حي الله المتابعين، رجعنا لكم، بس رجعنا لكم بهدية قنبلة، هدية عملاقة، هدية الأولى في تاريخ القناة، يعني أكبر هدية وصلت لنا. شكرا للمتابعنا اللي دزلنا هاي الهدية. هسه نفتحها ونشوفها أنا وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بدون سب الله يرحم والديكم، ادري بيكم انا داخلين على ود الهديه، بدون سب الله يرحم والديكم. هواي ولي تسالوا على كريم. كريم كان بالزياره مسير شهر، يعني مشايه من البصره لبغداد مسير شهر موكب، فبعتها اجى كريم، وكريم الزياره مقبوله، وانا اشتاقيت لك قبل الولد لان انت صديقي الصدوق، وهواي ولد حسبانهم كريم اخوي. كريم مو اخوي، كريم صديقي واخوي اللي ما جابت تمي، عرفت شلون؟ حياك الله، والله اشتاقينا لك فرد نوب. حتى احنا هواي هواي اشتاقينا لك. الله والله ردت الروح للمزرعه هسه بعد ما جا كريم، بس رحم الله والديكم بدون سب، لان انا ادري بكم داخلين على مود الهديه والكراتين، فبدون سب الله رجعت لكم. قعدت الصبح وفتحت الخانه هاي كلها مال الكتاكيت وطلعتهم كلهم هنا بالشمس، وش يشمسون، وخانتهم الفوق نظفتها، خليت لهم اكل وماي حتى يشمسون، عرفت شلون؟ لقيت القلوب اللي هو الاشعه الحمراء محترق، النوب الاشعه الحمراء احترق. يلا هي خربانه خربانه. اليوم اخوان عندي هذا تعبان من الكتاكيت الكبار، شوفوا هذا تعبان، ذاك اخوه خلنا نقرب لكم، شوفوا هذا التنفسيه. يلا زين، انا مو ملقح، شنو هاي السالفة؟ يعني أنا أقول هاي الأفراخ كلها مضروبة تنفسية. هسه خلنا ننتبه على ذاك اللي نايم فوق الفرمستون، هم انتبهوا له. والله هم شي كبير، كلها مضروبة. فراح ها، والفرخ اللي كان هنا بهاي الخانة بتنفسية وعلى العلاج ما تهمينه. يعني هذا العلاج قديم صاير لعندي. فأتوقع العلاج يعني منتهي اكسباير هيك شي، فعلى العموم راح أجيب علاج جديد. وما راح اجيب هاي العلبه، لا راح اجيب التشيس، عرفت شلون؟ حتى هاي الفرخه كلها راح اعزلها، راح اجيب هاي الخانه اللي كانت هنا وهذا كله افلشه، عرفت شلون؟ لان هذا اصلا ما انه حاجه بيه، وهمين بيه شمس مكان مرتب انه تجيب الفرخه وتخليها بيه، او احتمال هاي الخانه نخليها هنا وناسس لها كهرباء، حتى اعالج بيه هاي الفرخه الكبيره. هي اندمرت، خلصت نص غرق ونص حاسس انه بالتنفسية، رغم انا ملقح، بس والله ما ادري الصراحة شنو السالفة، ليش هيك عوجة جاي يصير وياي، ما ادري. يلا هاي الحمد لله على كل حال، ونرجع ونقول هو الخير بالموجود. هو السبب تدرون شنو؟ تربية القطيع بمكان ضيق نهائيا ما انصح به. يعني هواي ولدي ومتابعين يجون هنا وشافوا المكان مالي، قالوا معقول يعني هذا بالتصوير؟ رجعت لكم بعد ما خلصت عندي القوطية مال الدكسن 200، اللي انت تدرون انتم يعني صاير لها كلش هواي عندي. انا هسه حاليا خليت بها التهاب الصرة، عرفت شلون؟ جبت علاج جديد، شرحت الموضوع للدكتور وقلت له يا دكتور هيك وهيك قاعد يصير، الكتكوت عندي جاي ينزل جناحه، اجي افحصه ما بي شيء، بعدها يصير بي مثل التنفسية. قال ديدان، قلت له تو نطيتني انت ديدان وطيت الطيور كلها. قال تنفسيه، قلت له استخدمت هاي وخلصت. قال خوش فرات، مو مشكله، خلي نستخدم هذا العلاج اللي هو همين بعد شويه ترجمه، لان هو قال لي ترجمه حتى تعرف شنو مكونات هذا العلاج. هسه اشوفكم اياه، هذا العلاج شوفوا الفاغريفل، شلون بالانجليزي بشرفكم قالوا لي صحيح، ها الفاغريفل مو؟ ايه يا عمي متطور فريد صاير يقرا انجليزي. وهاي شوفوا هاي، قال لي هذا كله علاج، شوفوا هذا بالانجليزي، وهاي البقيه كل هاي فيتامينات. انا قلت له اعطيني تنفسيه واعطيني رافع مناعه، قال لي لا اعطيك علاج هو تنفسيه وهو رافع مناعه وبي يعني هاي رافعات المناعه كلها. قلت له هاي من الزينات. قال خلاص اخي شوفوا، يعني سابي فيتامين اي، فيتامين دي 3 واي وكي ودي 1 ودي 6 ودي 2 ودي 9 ودي دي وسي سي واشكال والوان. المهم يعني قلت له انا بالنسبه لي بدي استخدمها للطيور كلها، يعني الطيور مالتي احسها كلها، انا هاي الفرخه البقت
هي شيء والله خلصت، بس الحمد لله ما نيأس. خلاص هاي هي، هي هاي الطيور. الجماعة راحت الشمس، فهسه لازم ندخلهم على الحرارة. راح ادخلهم 3 خواشيق مال شاي على لتر الماي للمريض. خوش دكتور. وخاشوقة على لتر الماي للصاحي، قال بالاسبوع تسويه 2 أو 3. خوش خوش. بعد شنو جبت؟ فرات جاس سمانات شنو يظلن هذا؟ والله طلع صوته العب. خلينا نشوفها شنو تطلع. مثل ما قلت لكم نافيه نجيب لها فحل، فحل نجيب لها نافيه. جبت فحل سمان، رحت الغير محل وشفت باقي عنده فقط زوج واحد، فقلت له انا ما اريد زوج، انا اريد فحل عندي ثاير. يعني شيء كان طلع من كوره اثنيناتهم، قلت له خلاص اعطيني واحد من يمه. شوفوا الفتحه هنا ابيض، فحل ابيض سوكح كلش ما شاء الله. هلو والله يطلع كون ما هو مريض لو فد شيء. شوفوا فحله فحل لونه ابيض، حتى انا قلت له ماكو غير لون، خاف يطلع مو فحل. قال لا يعني شافه بعد ما اعرف صدق ما اعرف، المهم شافه قال لي فحصه، قال لي لا هذا فحل. وراح يبين نشوفه، بس حتى اضخم من عتن شكله هذا. شوفوا على العموم الفناجس بعد ما ادري ايش قد بيضن، لان انتم ما ترضون اشوفهم. قلتوا لي لا تشوفهم كل ساعه فرات لاي، ولا اقول لكم هي طالعه اقدر اشوف منها. اقول لكم انا حاسه الدوده بعد ما اقدر لازم اطب. ها اسكت اسكت، ادري قاعد قال لي لا لا فرات ما اقدر ما اقدر. بعد شايفين هاي الدوده اللي خلنا نطب. شوفوا انتم اول اوقفوا وانا ابغى اشوف هاي شلون. هاي اوقفوا انشغل فلاش. اثنين يومية واحدة تبيض شني، بس شوفوا العش شلون طمت طم بيضتين هسه حالي. جيد جيد، مية كبيرة. انا بالنسبة لي بدي اسوي محمية كبيرة، بحيث من اطب بين قوسين انا اتخبل من اشوفهم السعوديين. تحياتنا للسعوديين متابعينا، عندهم هاي المحميات الضخمة. ويا اخوان وانسوا اخو وانسوا وانسوا شي الاصوات شني، وان شاء الله خير ان شاء الله خير. يصير يصير كل شيء يصير. طبعا شنت اكرك بالدجاجات، بس خلي اشوفكم اللي الشغله اللي صارت عندي. الشغله ما اعرف يمكن عجيبه يعني ما اعرف الصراحه، اللي هي بيضتين مال خضيري كانت بهذا المكان. هاي شنو وضعها؟ بيضتين مال خضيري كانت بهذا المكان، كانت به النقاط سود، عرفت شلون؟ فانا قلت هاي 100% خربانه. قضيت الخفيفات، كسرت اول وحده. شوفوا شوفوا الفرخ كامل كله جنين كامل. شوفوا كسرت الثانية. شوفوا ها، وما اعرف الصراحة ما اعرف انا غلطان بالبيض وشايل البيض من جوا الخضيرية بس ما يعني ما افتكر انا اسوي هيك. هذا الشيء ما افتكر مسويه نهائيا. هنالك لمسة يد ما بين اللهمان والهراتي، شنو اللي راح يطلع الله اعلم. والبيض مالهن موجود هذا، خليت هذا البيض الكريمي وهذا البيض راح اشيله حتى تجي هنا وتنام. خوش خوش تعال تعال هذا البيض تعال هذا البيض. اذا كركت عندنا دجاجه بعد راح يصير التكريك البيض الخضيري. خوش خوش هسه كركت انا فقط دجاج، ومن ضمن الدجاج بيض الاسباني اللي هن 5 بيضات. حاليا عندنا بيض خضيري يعني اكثر شيء، عرفت شلون؟ وهاي همي انا كركتها. شوفوها خليت جواها 18 بيضة 18 بيضة، هي دجاجة كبيرة هاي وشيلهن. ها هو هذا البيض همين الكريمة، بلكي هسه تطلع تجي هنا وشوفه، وإذا ما أجت وشافتها أنا راح أحاول أدليها عليه، لأن أنا هسه بس نقلت البيض هنا وشليتها خليتها ما قعدت طفرت قبر. وعلى العموم القعدت قعدت ما قعدت نرجع هنا ونحاول نسده وهيك شيء نسوي له على مود لا يجي دجاج ثاني ويبيض وياهم. اشتريت هذا الطور بس على مود لا يشوفون، لان شوفوا احطه ساعه اجي القاه مخلص ماي. فهذا مال الطيور مال الحمام، عرفت شلون؟ هسه هذا ها 5 لتر وهذا كله 7 لتر، عرفت شلون؟ فخمسة لتر خليت له 5 خواشيق، لان الدكتور قال لي خاشوقه واحده للصاحي. هذا العلاج، شوف لونه حتى لونه صاير اصفر. ويا رب ان شاء الله خير. حيل تاذينا وتاذوا هم وخلصوا خلصت نص الافراخ منه، بس هاي الشغله الجديده اللي جتنا بيض شاد بالسله. رجعت لكم الديك الابيض اللي
رشينا عليه مثل ما دريتوا قمر، اشتد المرض عليه للأسف وما تعالج، يعني نقلته خليته ويا ذولاك الجماعة وأكل وشرب والوضع طبيعي كلش. بس اليوم يعني وضعيته هاي شوفوها تعبان حيل، وكلته وظلت أنا يعني أذب له دواء، حتى دواء يعني بالسرنجة وشربه، نهائيا ما استجاب يعني كله ذبه، عرفت شلون؟ يعني حتى ما يقدر يبلع، فهاي حالته وما اعتقد يعيش، يعني يموت هذا اصلا يموت، عرفت شلون؟ وهاي الكتاكيت مالتنا شلت كل النايلون لان الجو احتر، وخليت لهم مصدر حراره واحد وقاعد كلهم ياكلون ما شاء الله ويشربون صحتهم زينه. النوب نجيكم للدجاجات اللي قلت لكم كركتهن كريمه، خلينا البيض هنا خوش على 3 مرات اجي احطها هنا تنام 5 دقائق قامت ردت تنام هنا. زين هذا المكان شوفوا، شوف هذا المكان الدجاج كله يجي بيض فيه، زين يجيني بيضا يجي شلون ما ترهم. زين قلتوا لي خطط البيض، خططته، اجى الدجاجه وبيضت واخذت وشالت سالفه تعبانه، سالفه تعبانه كلش. وهاي الدجاجه الثانيه هم سالفتها تعبانه، هم جيت لقيت الدجاجه نايمه هنا وتبيض وياها، شلت البيض وذبيته هنا جوا ونامت عليه وطلعت. والنوبة من الصبح هم جبتها حطيتها نامت، وهسه من الصبح لحد الان هاي نومتها ها اهم. بعد ما قامت الدجاجه واستقرت هنا هاي الظل تطلع وتاكل وما لنا علاقه بيها. كريمه عنيده وانتم تدرون بيها عنيده، يعني ما تستجيب نهائيا انه تغير مكانها، تكرك مكانها خلاص انتهت. يعني اول التكريكه مالها تتذكرون كانت هناك جوا السدوته مكانها القديم الا هناك، عرفت شلون؟ فوالله ما ادري انا شنو قلت، قلت اخذها وحده من خاناتنا هاي الكبار، عرفت شلون؟ اذبه مبيض او يجوز وحده من هذن، بس هي ما تقعد ما تقعد، انتم تدرون بكريمه بعد انا ما حاجه اسولف لكم. يلا نشوف شلون تصير نرهمها. وسالونا على هاي الخضيريه، اقول قالوا شنو اخبارها فرات؟ قطعت ما تصورها، مو يعني شنو ليش؟ تفقيس شو حركه تو ها؟ لا تقولين تفقيس يا الله، لا 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 شوفوها وقامن يطيرن اخوان، والله عرفت شلون؟ قامن يطيرن يعني على فد مرتين ثلاثه يجيبوا لي اياهن يطيرن منه هيك وطلعن برا هناك بالساحه، فعلى اكثر والله شكلي راح اقصهن يعني حرامات نخسرهن، عرفت شلون؟ وهذا البيض مالها بس اتوقع يتاخر، بعد يتاخر عرفت شلون؟ يعني ما يفقس هسه، يعني بعد جوز مثلا فد 5 ايام 6 ايام شوف اكو مثلا نقره، بس هو كله البيض شاد وانا اصلا ما كضيته ولا فحصته. المهم هذا البيض هو جواها، وش وقت ما تفقس خلي تفقس. وهذني السمانات مالاتنا والفحل مالنا الجديد اللي جبناه ذاك شوفوه، والفحل الابيض هذا اللي هو هذا الفحل الابيض شوفوه، زوج هاي وحده من النثايا البيض وكظن ذيك الصفحه، كظن ذاك العش. وهاي طبعا هنا بعت يعني تنام، وهاي هسه هي طالعه ما اعرف ليش طالعه، بس هي تنام يعني طبيعي، مو حسبالكم اخترعت من عندي او هيك شيء. والاسباني قطعا بيض حاليا، مو قطعتين بيض، اي قطعتين بيض قطعتين، وصلت 5 بيضات وقطعت، وهاي لحد الان اخوان ما بيضت، فقط هاي تبيض، هاي قاعد تبيض بهن، ذيك لحد الان ما بيضت، ما اعرف يعني بعد هي صغيره الطيره يعني. لا رجعت لكم يم فقاسة الكرتون، ونوثق هذا الشيء ان شاء الله بكل حلقة، لان مثل ما قلت لكم احنا مقبلين على تفقيس، ما اخفيكم السر. وانا اخوان لو اريد اكذب عليكم كان اصلا هذا البيض ذبيته بالفقاسة، عرفت شلون؟ وكل ما اجي اصور لكم وهاي، المهم انا الشيء اللي قاعد يصير اعطيكم اياه بالتفصيل، وقلت لكم هي هاي تجربة، والتجربة نشوفها تنجح او لا. على العموم هاي البيض اخوان عشت بها، طبعا فحصت انها استوى لانه شني اوف هنا انا اسقلكم هسقلكم، هذا القلوب اللي قعدت الصبح لقيته محترق، ولقيت البيض بارد هسه همش قصه الا محترق هم ما ادري. خوش خوش سويت فرات، فكيت الهولدر البيض ذبيته هذا بالفقاسه جوا، فكيت الهولدر ولان هاي الوراس صاير بيها كربون، عرفت شلون؟ على العموم حليت الموضوع وخليت القلوب، وهسه هاي البيضات واحدة من البيضات اخوان، يعني شنو اقول لكم؟ الفرق عازه بس ينقر البيضه ويفقس خلاص،
عرفت شلون؟ يعني ان شاء الله انا اقول راح يصير تفقيس، لو يفقس واحد لو بس ينقر البيضه نعتبره نجاح، عرفت شلون؟ والثانيه لا، يعني هم صايره سودة البيضه واكو شرايين، بس المهم 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 يعني حاليا صفن بيضتين وهاي اوقفوا هسه نرجع لها. تعالوا تعالوا هنا يم الطيور نشوف هاي البيضه شنو وضعها، لان انا اشوفها شرايين بس شرايين شني ضعيفة كلش، وما ادري والله. شوفوا هو صاير جنين، مال صاير جنين صاير يعني، لا ماكو شي. شوفوا لا هذا الجنين، هذا هذا الجنين، شوفوا ما تشوفونه هذا جوه، شوفوا هذا هذا مبين برقيبة، شوفوا هذا جنين وصاير ما شاء الله. بس شني يعني هي تجربة، وقلت لكم كتجربة أولية نجربها هيك بدون أي إضافات، يعني مثل ما قلت إذا نجحت أو فشلت راح أعطيكم إضافات تسوونها. مثلا هاي الغرفة نعزلها، يعني ما نخلي أصلا هيك ضوء على البيض، نقطعها منها ونخلي فتحة فوق بسيطة بحيث هاي الفتحة هي بس فقط تدخل لها الدفو للبيض، عرفت شلون؟ حتى تصير مكان بس دافي، والتقليب هميت يعني هم ان شاء الله ألقي له حل، هيك سالفة تعبان انا اعرف اكو طريقة، بعدين انا اسوي لكم اياها شلون تقلبون. المهم حاليا ظلن بيضتين، وحدة مثل ما قلت لكم عوز الكتكوت بس ينقر حركته طبيعية والوضع لوز، والثانية لا الشرايين اكو بس المهم 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 يوم فقاستنا الاصليه، ولا انتم تذكرتوا ولا انا تذكرت انه ظلن بيضتين مال الخضيري من ضمن الوجبه مال التجاج اللي فقست عندنا، يعني هاي صايلها قبل شويه. المهم القلابين حاليا طلع حاليا شني حاليا حاليا المهم طلعا، عرفتوا شلون؟ فهسه البيض كله نزل للتفقيس، نفتح لكم بسم الله ما شاء الله. هذا البيض مثل ما قلت لكم انه هذا البيض مو الي، عرفت شو يعني، خلوه يمي للتفقيس، وتقريبا والله هو لازم يعني اليوم يبدي يفقس، بس ما اشوف اي بيضة منقرة. لو انت منقرة اوقف، يمكن اكو حركة، ماكو حركة. المهم يعني هاي ولا وحدة، ها هاي هاي هاي، لا 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 هاي فرات شبيك، اي هاي ها شوفوا هاي اول وحدة بسم الله بدت تنقر، لو مكسورة هاي من البداية والله ما ادري، بس انا ماكو وحدة ثانية منقرة حتى نعرف. المهم هذا البيض مثل جدا، وهاي البيضتين مال الخضيري، هاي واحد شوفوا هذا الفرخ منقر، انا ناسين وذابن بالاخير اخر شي بالقلاب وناسين لكم، والله اليوم من نزلت البيض قلت لكم يا طعام الفرق قاعد يرفس رفس بيها ما صاير، خليكم هنا تشوفون الحركة، بتحرك لا تفشليني، انا احركها انا عشان هي تحرك. ها شفتوا شفتوا ما شفتوا ما شفتوا، لا لا ادري بيكم ادري بيكم. المهم فقاسة يخلص هذا تنغسل كلها حتى انه افضل، عرفت شلون؟ وبعدها تنذب بيها كل البيض اللي موجود عندنا، والبيض اللي راح نجمع جديد راح نذبه جوا من جوا كريمه بعد ما الله يهديها ان شاء الله، ونشوف لها مشين بيه حظ ونقعدها بيه. راح افحص هاي البيضه لان اشو يعني المفروض هي تفقس ويا اختها، وارجع لكم لحظه بالله. طبعا ما ادري ماكو حس، فخليها نفتحها وياكم، نفتحها وياكم سوا نشوف شنو الوضع. هو مال ميت بداخلها شكله ميت، اي ماكو حركة. شوفوا هذا الكيس الثاني بعد، نانا الحجية ما ترضى تقولك شور سودنتنا سوادين بفقاستك، بس تذبذب علينا كشور، واضح عندكم ماكو اي حركة، انا الجنين ميت بالبيضة حركة. اي ميت هذا، هو هذا كله جنين، شوفوا هذا كله جنين، هذا ها هذا منقاره، هذا راسه، شوفوا
بس هاي خلص مختنق وميت. اما هاي اخوي الله هاي هي هاي هي خربانه خربانه وداعتكم. هسه رجعت وياكم هنا يم الطيور. وقبل لا نبدي اكو صيد بالبرج، بس الصيد اتوقعه مو غريب. تتذكرون الاسود اللي قلت لكم بيه رد الطير؟ مو رد اخوان يعني رد الطير مريض، لا اشوفكم شنو الرده. ولو اريد نطير الحمر خليها العصر اشوفكم شنو الرده. عارفوا شلون؟ لان هسه ما عندي مجال محصور يعني، فلازم اطير الحمر هسه واروح. فهذا الطير رجع، يعني قلت لكم صديقي يعني ما هو بعيد كلش هنا، بس يا سبحان الله يعني فقط مره واحده رفحته داير واحد وحط الطير ظل يتذكر يعني، عرفت شلون؟ والربشه والفحل مالها طالعات هناك، يعني اتوقع اجوز لو اخوي لو حسين مطلعهم مطيرهن وحاطه وياهن صيد هميين. شوفوها هذيشة المقنزعة، شوفوها هاي بصفة هاي منها، شوفوها. وهذا الفحل مالنا، وهاي المقنزعة هم الدزها حمودي. خاف تقولون هاي لا، هاي جديدة ذي، شوفها سودة. المهم هسا احنا نطير الحمر، ومال حمودي اللي دزانا اياها همات قامت تطير، يعني امس طيرتها عادي بعد ما دشرت هواي. خلنا اطلعهن وارجع لكم. وهاي الحمر مالتنا كلها اللي تطير مجموعها حاليا 10. خوش يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ها شوفوها مال احمد وياهن، يعني امس اول مطيار لها الطيره. هاي شوفوا هذه ديش بس ما عليها شيء، لان هي صعدت الطيره هنا ودشرت. والله قامن يلوان، العب العب فريت العب. صارت عندك حمر تلوي بعد ايدي حيدر قاسم، وين وديتني؟ والله يا فريت بس هاي تروح، هاي ما متعلمة. ها كان سويت، وين راحن هذن؟ لكن مو هيك قصدي انا، مو هيك. شوف انا قلت عود اطيرها اخر شي. هذا الاصفر اجي، وين جاي انت؟ وين راح تطشرن؟ يلا بلكي تظل وياهن على الدايرة وما تروح. هني تشوفون هذا ترى قريبات مو بعيدات. وين راح؟ ها هذا اجت الطيور، اجت هاي. ها احسن اخوان، احنا ما ريتها تبعد، لان شني هاي شي هاي بيها الجديده مال حمود. وهذا الصفر والله اخوان احس بيهن يعني مو مال مطيار الصراحه، احس بيهن عشون فاهيات ما ادري والله. بس على العموم انا راح افتحهن، يعني راح افتح ذاك الكبير، لان ذاك الكبير شويه حركي، ونخليه يصعد وينزل يصعد وينزل، حتى لو بس يعاين اصلا ما نطيره، واذا اراد يطير ويفترش هاي بعد احسن من الزينات. وهذا ابن الطوبان بعد خليه يبين كلش. وهذا اخوان هذا راح يقلب لحظه، يعني هذا اخوان هذا بدرينك شو صار؟ حسبالك اصفر. ها شوفوا هذا بدرينك، هذا التليفون كله مغوش كان بدرينك، هذا شوفوا. والله ما ادري بعد، انا هم ما عندي خبره كل هاي يعني بالحمر وهاي، بس عادي شمال البدرينك. هسه على اساس انا شني ملك بالحمر، عم ما يجي خي يجي. ها بس خليه يكبر لنا شويه، راح اذبهن هنا همين بالهاي وي الحمر، عرفت شلون؟ ذبهن هنا وعوفهن، اذني هم نذبهن هنا وعوفهن. الطوبان وطيرته، لان طيرته طيره طياره، فهم نطيرها، ليش نخليها قاعده؟ وهذا شوفوا طبعا البيض مالهن شاد، الجوزي على ام غايب. هاي الطيور بوي عوزنا هنا بس جماعه ونسويهم حرب بالحمر، بس يخلصن مالاتنا. كل ساعه يكضون واحد معنات، وانا اللوتو خلص النوب الحمر. ما حد يطير هنا، ما حد يطير حمر، حرامات والله. بس شنو الجو مفتوح بس اللي بالحمر، يعني
هسه على سبيل المثال اذا انا مرات اشاهد فيديوهات احمد فنون الترهيم، انا احمد اتعجب شلون يطير، اتعجب يعني هذا يطير بصفه، هذا يطير يعني كل ما يطير كل فيديو الي اروح اشوفه تلقونه مضيع له اربع فروخ ثلاثه. مشكله هاي التقام اسود، ابطل من الحمام هيك والله. بس والله عنده واهس وعادي يعني. سد اسولفكم وانصحكم للي يريد يجيب حمر، بما انه انا صارت عندي كوم وصارت عندي خبره جدا قويه بالحمر. يعني اللي يريد يجيب اخوان لا يجيب كبار شياب، يا اما يجيب هني فرخ من عتين، لانه هاي شوفها بس تفتر فوق البيت يعني، بس اول ما طارت اخذت لها هناك كم لويه ورجت. اما اذا تربي لك فرخه وتطيرها وتبديها يمك يعني لا تتونس عليها. هسه هاي كبار حتى ما يونسن يعني، هسه انا حسبالك مطير دشش هيجي، ها شوفوها بس تفتر فوقي، حاط لي دشش احسن من هاي السالفه. بس هسه اذا اشيل الكبار من عتها واطيرها لا تظل تروي بس تخلص، هنا بس الكبار اللي مكثرات هن. يعني بيهن اربع مخاليف بس، مخاليف هم مالاتنا هن بس اللي طلعناهن من جوا هذن. خلي ارفع لكم الغره وياهن. الغره طبعا هي طيره ما مخرجه، عرفت شلون؟ تعال تعال، طيره ما مخرجه بس قامت تطير وي فحلها، دائما تطير تطير وي فحلها. لا الطيره بيها بيضه كلش تبيض، اسفين اسفين، كلش 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 يعني هسه تبيض. انا شفت المخرج مالها تافخ، قلت شين السالفه، صار الطيره بيها بيضه. ولي شي تذبي لنا بدرنقات ما ادري شيني، انا اريد افصلك واحنا هم بحصره البيض. شوفوا شوفوا، علموا تعلموا شلون تخرعون الطيور. يلا تعال نحطن تعال. وشان تشرد مال احمد، وحطت لكم على ذاك البيت العالي. شوفوا ذاك البيت هناك اكلوت اثنين حاطات، حطت وياهن خرب يومها. بس فردت قبل تيهت، لان هي اصلا عاد داير تمشي ويا هذن، هاي مشكله. يلا وانا ارد انزل. يلا السلام عليكم شباب، اليوم رجعنا لكم يم الدياجه دجاجه. والله هاي شوفها شوفها، هي وفروخها لعبه بينا جوله كساعة موت لها واحد. شوفوها هاي، هاي فروخها وما عاد كم فرخ وراها، بيها ثلاثه برقيبه. هاي الدياجه كساعة وتقتل لها واحد. شوف هذا الريش، كتله الطيور كتله هذنيه، شبعتهم دق. وهذنيه طلعنا عن فرات الصياد هي والكينج هذنيه، وما اكل احد نام، بس هنا فرخ مال شو اسمه تور، هذا هذا ابوه. وهسه النثيه راحت هيك هنا، هناك شو ماكو، هاي بيضه بيضه وحده. راح ناخذ من محمد علي بيضات اثنين ونزرك جواه مال تور. وهذا الديج، هذا الديج قام وياي، هذا الديج قام وياي، هذا ما شاء الله كبر كبر. وهاي قفل، هاي قفل بس ما قاعد على بيض، ما جواها يعني ما مخلين بيض جواها. هاي واللي هنا ننتهي حلقتنا اليوم. لا تنسونا باللايك والاشتراك هذا الشيء، وحركة الاكسل بلور لا تنسونا بيه.